تحولت المرأة السورية حياتها بالمخيم لأنه هي مرأة قوية، يعني فيها تدير على أولادها وعلى بيتها وعلى جوزها وعلى عيلتها. نحن بسوريا 3/4 المسؤولية 90% على المرأة، تربية الأولاد والبيت والمسؤولية، كل شيء كل شيء على المرأة. يعني هلا هي مسؤوليتها هون ضعفت، ضعفت أكثر وأكثر وأكثر. المرأة اللاجئة بالكامب أكبر أكثر وحدة معرضة للخطر. البنت اللي بتدخل على التواليت، اللي بتلاقي شاب، اللي الشاب بيفتح عليها، التواليتات كلها مختلطة. يعني عم نعاني مشكلة، أولادنا كلهم مراهقين، على حظنا أولادنا مراهقين 24 ساعة منراقبهم. يعني لما كنا بسوريا كان الأولاد لحال والرجال ومرته لحال. يعني نحن هلا صار 6 شهور أولادنا معنا، أولادنا بسن المراهقة وبدهم يسهروا للصبح. وين رح تشوفي زوجك؟ وين بدك تحكي معه؟ وين مشكلة؟ نحلم لبكرة ولبعد بكرة ولبعد بكرة، وكنا حطينا لهم مستقبل، وفجأة هلا نشوف أولادنا بيلعبوا بسكنبيل بالشدة، أولادنا بيلعبوا بحجار، بيطلعوا على الأشجار، بيتقاتلوا. ويا رب يا رب يا رب أطلع من هون بدون ما حدا من أولادي يتغير أو يتأذى أو تتغير نفسيته أو يوصل لبرا ويقول ما بدي أدرس.